في شمال غرب المملكة أنشئت نيوم على ساحل البحر الأحمر لتكون ميداناً حياً ونابضاً بالتجارب، وتصبح منصة عالمية ترسم فيها ريادة الأعمال والابتكار معالم المستقبل الجديد. نيوم هي الحلم الجريء والطموح الشجاع، هي الرؤية التي ستشكل المستقبل الجديد. وبالفعل فكلمة نيوم ترمز للمستقبل الجديد، وهي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة. ستفتح نيوم أبوابها لتكون موطنا ووجهة لأصحاب الأحلام الكبيرة ولكل طامح بالإسهام في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار. حيث ولد مشروع نيوم كرؤية لولي العهد، وسيكون مشروعا عالميا يشارك في قيادته وتمويله والعيش فيه أطياف مختلفة من الناس حول العالم. نيوم ستقدم نموذجا جديدا للاستدامة، وستغدو مكانا يركز على تطوير معايير جديدة لصحة المجتمع وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للتقنية بفعاليات وإنتاجية. مشروع نيوم رؤية جريئة وعاصمة نابضة بالتجارب ومنصة للابتكار ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل وأنموذج للمستقبل الجديد.